أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء من أجل عودة الهدنة في قطاع غزة ومدها لفترة أخرى وصولا للوقف الشامل لإطلاق النار فضلا عن الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية. جدد رشوان أن مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة وأن أي معوقات في المعبر تأتي من الطرف الإسرائيلي، مشددا على رفض مصر البات لسياسة التهجير القسري لسكان القطاع نحو سيناء، ومشددا أنه لا يستطيع أحد فرض أمر واقع بالقوة، فالدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات التي تمكنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومي. وأكد رشوان أن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة ستخلق تحديات أمنية عالمية، الأمر الذي يتوجب عليه المجتمع الدولي تخليه عن المعايير المزدوجة والتحرك السريع للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة. رشوان شدد مجددا على أن مصر ستظل تتضامن بشكل كامل مع الشعب الفلسطيني وترفض وتدين جرائم الجيش الإسرائيلي، وأنها ستظل تتحرك في مختلف المسارات لوقف هذه الحرب العدوانية واستعادة مسارات التفاوض لإيجاد تسوية سلمية تضمن كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. We'll be right back.